السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سعد الله مساءكم بالخير والمسرات. طبعا معكم أخوكم أبو عمير من قناة سعودي برو. طبعا يا شباب، أتمنى من أي واحد شاف المقطع هذا وإنه حاب إنه يشارك في المسابقة إنك تحط لايك المقطع وتشترك بالقناة، لأنه يفيدني كثير، وإنك تنشر المقطع عند أصحابك وعند أصدقائك، الناس اللي يلعبون لعبة ليج أوف ليجندز. صدقني ما راح تخسر شيء، بالعكس. اذا انت حاب تدعمني سوي الطريقة هذه واكون شاكر لك. طبعا اليوم هذه مسابقة بسيطة مقدمة من قناة سعودي برو للمشتركين، طبعا والناس اللي يلعبون لعبة ليج اوف ليجند. طبعا الجائزة وش الجائزة؟ 5 سكنات راح تتوزع على 5 فائزين. طبعا الشروط بسيطة جدا، انك تشترك في القناة وتسوي لايك وتكتب اسمك واسم الشامبيون حقك في الكومنت. حتى لا تقول اني ماني فايز او ماني شيء، بالعكس صدقني والله باذن الله باذن الله قول ان شاء الله انك راح تفوز. يعني هو الموضوع، يعني طريقة السحب بتكون عشوائية كذا، يعني راح اسحب عشوائي في موقع على ما اعتقد هنا يسحب لك ارقام او اسماء عشوائية، كل اي واحد بيطيح عليه الاسم راح باذن الله يفوز. طبعا تكتب لي اسمك في الكومنت تحت وتكتب لي اسم الشامبيون حقك، واهم شيء تكون على السيرفر ايو نوردك ويست اللي انا متواجد عليه. من جد يا شباب، اذا يعني عشان ما تصير في مشكله بعدين يقول لي اول شرط اخره نور، يعني يمكن يجيني واحد من سيرفر ثاني وانا ماني في السيرفر هذه، فهذه مشكله. حتى لو هو فايز يعني ما في اي مشكله، ما عندي اي مشكله، بالعكس راح تجيه الجائزه حتى لو في سيرفر ثاني. بس من الافضل الافضل انك تكون في السيرفر ايو نورد كويست لاني المتواجد انا فيه، عشان يكون تحويل الجائزة سهل لك. طبعا عموما سوي اللي تبون، ما همني في اي سيرفر، اهم شيء اكتب اسمك واكتب اسم الشامبيون حقك. طبعا الشامبيونز راح يكون سكنات، عفوا راح تكون اختيارية مني انا، يعني انا راح انت اذا كتبت لي اسم الشامبيون راح اجيب لك افضل سكن للشامبيون هذا واعطيك هدية، يعني من ضمن جوائز الجيف اواي. طبعا هذا هو الجيف اواي، بس ما بيطول عليكم المقطع. باذن الله الجايات اكثر، سواء الناس اللي فازوا والناس اللي ما بعد فازوا، الجايات اكثر باذن الله. اذا انتم حابين ادعموا القناه باذن الله اني راح انزل على اكمل على ليج اوف ليجند، لان هي اللعبه اللي انا طايح عليها اليومين ذي صراحه، ومتحمس عليها وعجبتني وصاير انزل عنها بين فتره وفتره. وانا نفسي اني انزل عنها مقاطع اكثر، بس اني اتمنى انكم تدعمون الحلقة. كان معكم اخوكم ابو عمير، في امان الله.